باشمهندس هل المنصورة الجديدة على ساحل البحر المتوسط فأكيد ممكن ما نغفلش إنها محتاجة تنوع أكتر بالنسبة للمشتري أو بالنسبة للساكن الجديد، فعندنا هنا منطقة فيلات ما شاء الله بننافس بيها الساحل الشمالي أو منتجعات الساحل الشمالي. إحنا ليه فكرنا في الفكرة دي وإزاي نفذناها؟ واحنا فكرنا في فكره الفيلات عشان نعمل تنوع، يعني بس ما يبقاش عندنا مستويات الاسكان اللي هي الاجتماعي والمتوسط والفوق المتوسط، كمان في شريحه تانية من المجتمع انت محتاج تجذبها لمدينه جديده زي المنصوره، خصوصا ان هي مدينه ذكيه وفيها الجامعه وفيها مدارس دوليه، فانت محتاج تجلب لها شريحه اللي هي توفي الخدمات دي او تحتاج الخدمات دي. فعندنا منطقه الفيلات، احنا عندنا اربع مناطق للفيلات، مناطق تراث كلاسيك ومناطق تراث مودرن، وكل منطقة فيها ما بين خمس وثمان أنواع، خمس ثمان أنواع، لأنها بتوفر له تنوع في المساحات، يعني مثلا وتنوع في نمط الفيلا اللي هو عايزه. نوعنا في المساحة ونوعنا في الشكل، في الشكل وفي النمط، يعني أنا عايز فيلا منفصلة خاصة بيا، ولا عايز فيلا شبه متصلة معايا فيها جار، ولا عايز فيلا متصلة كاملة. إحنا أربع جيران مشتركين في فيلا واحدة، مش في فيلا واحدة، يعني في مجمع فيلا. في مجمع فيلات. فده بيحقق له تنوع في المساحه، وبرده بيحقق تنوع في التكلفه، يعني اكيد تكلفه الفيلا المنفصله بمساحتها اللي هي وصلت 800 متر غير الفيلا الشبه المتصله مساحتها ب 300 مثلا، 300 متر مسطح ادوار ومسطح ارض. وكمان تنوع في الفيو اللي انا شايفاه، يعني فيلات السنجل على طول الفيو بتاعها على البحر، الفيلات التاون والتوين الفيو بتاعها منطقه خدمات مشتركه، منطقه خضراء واسعه بتحقق له خصوصيه برده، بس مشترك في سور او في جدار مع جار. وبرضه يا باشمهندس ده بيديني إتاحة لمشروع المدينة لوفر مالية أكتر، لأن طبعا تمن الفيلات هيكون مرتفع، فده دخل جيد بالنسبة لمشروع المدينة. ده أكيد طبعا، لأن لو بنقارن سعر شقة في سكن مصر أو دار مصر بسعر الفيلا، لا الفيلا أضعاف الوحدة السكنية، يعني مثلا أسعار الفيلات عندنا بتتراوح من 3 مليون ل 10 12 مليون على حسب أنت بتختار مساحة قد إيه، المساحة الخضراء اللي حوالين الفيلا برضو بتفرق في سعر الفيلا، نظام التشطيب، يعني لو عندي الطراز الكلاسيك سعره غير الطراز المودرن، فبتفرق. وعارفه برضو الجديد ان في مدينه في قلب الدلتا يكون فيها هذا المنتجع السياحي الساحلي، ده برضو جديد بالنسبه للساحل الشمالي اللي في الدلتا. هي فكره انك تجذب الشريحه اللي بتتجه للساحل الشمالي، انك تجذبها هنا في الدلتا. تمام. يعني اغلب سكان المنصوره الغربيه الشرقيه كفر الشيخ دمياط، بدل ما يتجهوا ان هم يشتروا في الساحل الشمالي، لا يتجهوا يشتروا في مدينه في الدلتا، وانها مش بس مصيف، انها مدينه طول السنه. وكده يبقى عندي تنوع على كل امتداد الساحل. تنوع لكل الامدادات وتنوع لكل الشرايح الموجوده في المجتمع كمان. طب انتوا عملتوا التقسيم الداخلي او التشطيب الداخلي حسب احتياجات كل شريحه من الفيلات دي؟ على حسب اللي بيجي بيتفرج على الفيلا، بيشوف هو محتاج فيلا مثلا فيها كم غرفه نوم، عنده كم اطفال، محتاج لها مساحات قد ايه، بيختار بناء عليها برضو. يعني مثلا الفيلا السنجل الموجوده اللي احنا قدامها دلوقتي فيها خمس غرف نوم، فيها سبع حمامات، فيها مساحات. نتفرج في الداخل احسن على طول. اتفضل. ده الوصف الداخلي يا باشمهندس، بقى ده مدخل الفيلا اللي احنا فيها. احنا عندنا ده نمط الفيلا المنفصله كلاسيك، دي فيلا على الطراز الكلاسيك كتشطيب خارجي. كداخلي احنا عندنا الفيلا مكونه من دورين وروف، الدور اللي احنا فيه ده موجود فيه الريسبشن، غرفه ضيوف بحمامها، حمام ضيوف وغرفه ناني بالحمام بتاعها ومطبخ، يعني ده يعتبر استقبال. ده دور استقبال. سواء كان في بقى الضيوف او في الاستقبال، هنا المفروض الاستقبال مفروش اربع قطع. عندنا الدور الثاني، الدور الاول موجود فيه اربع غرف نوم وغرفه معيشه كبيره وثلاث حمامات. عندنا دور الروف فيه غرفه معيشه بحمامها، وبعد كده الروف مفتوح بقى عشان الفيو الكامل على البحر. الروف برده بنفرشه كامل ان الاسره تستفيد بيه وتشوف الفيو بتاع البحر. ده ما شاء الله انتوا استخدمتوا خامات جيده، يعني شايف الرخام. احنا مستخدمين هنا بورسلين او رخام في التشطيبات الداخلي، كل التشطيبات سواء الجي ار سي سواء التشطيبات الالومنيوم كلها فيندر ليست احسن انواع الموجوده في مصر، قائمه مصنعين مصري. ده يضاهي فعلا كل قرى الساحل الشمالي. ايوه، ما هي الحقيقه دلوقتي متجهه، احنا بنسوق زينا زي اي مسوق عقاري، ده بنشطب على اعلى مستوى عشان ننافس في السوق العقاري. وتكفي فعلا احتياجات مختلفة لساكن مختلف او مشتري. ايوه، الفيلا ديت بتكفي مثلا ساكن حتى لو عدد افراد الاسرة معدي 7-8 افراد. عندنا فيلا تانية لا، 3 غرف نوم بس بتكفي اسرة متوسطة صغيرة في العدد، 4 افراد مثلا. احنا موفرين له هنا مساحات تكفي عدد من اسرة كبيرة، عدد اسرة صغيرة.